الضيف اللي حاضر معنا اليوم شنقول لكم واحد لو جون تبارك الله عليه، واحد لانفلونسور، واحد الكول سبورتيف تبارك الله، باقي صغير باقي عنده بزاف ديال الحوايج اللي يقدر يديرهم. اي دايوغ حتى الفيديو اللي كيديرهم دونك جانا شويه نقدروا نقولوا انه كان عيان واحد شويه، ماشي كورونا الحمد لله، ما كانت يعني واحد نزلت ديال البرد خفيفه. فاليوم الضيف اللي حاضر معنا هو شعيب خويلي. شعيب مرحبا بك، نصفق عليك غير انا وياك. مرحبا سيدي بيبنا عندكم، وصراحه كنشكرك على الاستضافه ديالك ليا، وكنشكر الاذاعه اللي صراحه كنعتبرها اذاعه العائله، اذاعه شباب فهم. بارك الله فيك. وشوف داوي دارين وياك تفاعل اجتماعي ضروري دابا مع الشيء اللي وقع في كورونا، صراحه خص الانسان يتباعد باش ما يطيحش في بعض المشاكل اللي غادي تؤدي به الصحه غير جيده بطبيعه الحال. على اول مره كنعقل عليها اللي كنا هضرنا فيها شعيب، وكنا يعني تعرفنا فيها كانت لا بيريود ديال الكونفينمون، وكنت يعني كدوز معنا مباشره وتبارك الله مجموعه من النصائح اللي كنتي كتعطيهم لي جون. فهاد البيريود هادي هي البيريود اللي نقدر نقولوا انه يعني تعرفتي فيها بزاف. علاش؟ لانك كنتي كدوز بزاف ديال الوقت في الدار، وكنت ديك الساعه قلتي قررتي انا علاش لا، عندي بزاف ديال الحوايج كنعرف لهم نوصلهم للناس. الوغ هاد البيريود هادي عاوناتك شويه باش يعني كما تنقولوا تزيد تعرف عليك الجمهور اكثر. اكزاكتومون. صراحه في البيريود ديال كورونا الا دويت على بعدا الكونت ديالي انستغرام كانت عندي واحد 30,000 مشارك. من وراها منين كانت البيريود ديال كورونا كيقولوا مصائب قوم عند قوم فوائد، انا بعدا كنت استفدت منها من ناحيه ديال خديت الصحه ديالي، ريحت، خديت واحد النفس جديد باش نمشي في المسيره المهنيه. عاد سوغ انستغرام الكونت دار واحد القفزه نوعيه تبارك الله اللي وصل لواحد 160,000 مشارك، لانني كنت كندير دي لايف مباشرات مع دي زانفلونسر ولا مباشرات من خلالهم كنعطي بعض النصائح صراحه للشباب، نصائح اللي هي قيمه اللي فاتهم بزاف. ومن ثم الناس صراحه ما 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 كان غير انهم يتابعوني وانهم يساندوني، وانا كنت سند ليهم صراحه. عمرني بخلت على شي واحد بشي حاجه، ونتمنى ربي يوفقنا لما فيه الخير ولما يحبه ويرضى. يا ربي امين يا ربي امين. بيان سور نقدر نقول يعني المره الاولى شحال قبل الكونفينمون شحال كان عندك تقريبا؟ 30,000 مشارك، بعد الكونفينمون 160,000 مشارك. بعد الكونفينمون 160,000 دونك كتشوف انا هذيك كانت فرصه مزيانه فين انت كدير فيديوهات دونك كتمونتي راسك، كتسجل راسك، كتصور راسك، ما كتحتاج المساعده ديال حتى شي واحد. صراحه عمر ساعدني شي واحد لا في الكتابه ديال المواضيع اللي كنت كنكتب، لان مواضيع صراحه علميه. ملي كنقول لك موضوع علمي راه يقدر فيديو اللي غادي تمونطا وغيتصايب 5 ديال الدقائق راه كيتستغرق واحد المده ديال شهرين ديال البحث، باش ما نكذبش عليك بعض المواضيع تقدر تاخذ شهرين. فيديو 5 دقائق كياخذ لك شهرين، يقدر ياخذ شهرين ديال البحث، لان الا كان فيديو علمي 100% يقدر بعض المستندات خاصك تجيبهم، شي حوايج يكون عندهم لا سورس، ما يمكنش تجي وتلوح معلومه هكا والناس راه ما غتقبلهاش، لان المواطن المغربي ولا الناس اون جينيرال راه ذكي، راه الا عطيتيه معلومه ما هياش غايبقى يدور 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 ويجي يقول لك هذيك المعلومه اللي عطيتيني راه ماشي هي، وما غاديش تبقى واحد الانسان اللي عندك المصداقيه وما يبقاوش يثقوا فيك، باش تبقى واحد الانسان اللي مصدر ثقه لهذوك الناس راه ضروري خص تجيب معلومه من الاصل ديالها ومن لا سورس. داكشي اللي كنت كندير صراحه شهرين ديال البحث ولا شهر ولا جوج سيمانات على حساب الموضوع كيفاش داير. عاد كندوز للمرحله ديال المونتاج اللي مرحله ماشي سهله، وهذيك يعرفها اي واحد، وانت شخصيا غادي تعرفها لان كنشوفك واحد الانسان اللي هو اوتوديداكت، انك عصامي كدير راسك بزاف ديال الحوايج. الله يحفظك، برافو عليك. صراحه انت المونتاج تعلمته، ما كنتش في الاول كنعرف المونتي والو، كنت كنضحك على راسي. دابا رجعت قديم وكنشوف فيديوهات كنضحك بزاف على راسي، كنقول شوف كيفاش كنت كنمونتي. شوف كيفاش وليتي دابا الحمد لله. ترانسفورماسيون كاينه. ومزيان الانسان ملي كيتقدم من حسن الى احسن الى ممتاز، هذا راه بشرى خير ان انسان كيخدم ليل نهار وباغي يوصل. انا مني من جميع الشباب اللي صراحه بغينا نبينوا ان الشاب المغربي ليس بداك الشاب اللي صراحه باغي يوقف غير في راس الدرب ولا هذه، لا، شاب اللي عنده واحد الوقت وباغي يستثمروا فريضة الله وفريضة الناس وفريضة والدي، هادشي اللي كاين. ولكن ما كتشوفش انه يعني لي زانفورماسيون اللي كنتي كديري دونك نقدروا نقولوا انه كنتي كت يعني كديرهم يعني بواحد السهوله باسكو الاختصاص ديالك. انا مثلا كنتي كدير مثلا دي فيديو على سبور ولا كيفاش الناس انهم يعني تكلمتي بزاف ديال الفيديوهات يعني لي مونتاسيون ديالهم، بعد مره شنو حوايج يديروا شنو حوايج ما يديروش، الحاجه كتبغي انك تساعد الناس. هادشي ديجا كنتي عارفه بحكم ليكسبيريونس اللي غادي نتكلموا عليها دابا، انه تبارك الله انت يعني ابار انفلونسور كدير دي فيديو، فانت يعني ان شاء الله فيتشر غبيض كدير تخياطلون ديال التخياطلون كما تنقولوا قليل اللي كيديرها. حيت ملي كنقولوا تخياطلون راه ما تنقولوش يعني غير جري صافي، راه كتجري وكتعوم وكتركب فوق البيكالا ياك. بصح ثلاثه ديال الرياضات اللي صراحه ماشي ساهلين، وحتى الناس اللي في المغرب كيديروهم ناس قلال،
ورياضه صعيبه صراحه يعني ماشي سهله لا في البريباراسيون ديالها لا في لا لوجيستيك ديالها لا في الماتيريال اللي خاصك تشري صراحه رياضه صعيبه دو ا ا زد لان 3 ديسيبلين راه بنادم ضارب غير مع ديسيبلين وحده مثلا هي الكورسا بي مضارب معها كاين اللي مضارب غير مع الناطاسيون وانت كتجمعهم ثلاثه وخاصك توفق خلال الاسبوع ديالك باش دير ثلاثه ديال الرياضات وخاصك نهار لا كومبيت تكون واجد موجود لان الناس اللي كيبغيوك ما غاديش يعذروك غايقولوا كنا كنشجعوك ملي كنتي كتبريباري كنا كنشجعوك ملي كنتي كتلعب لا كومبيت ودابا بين لينا حتى انت ريزولطا مزيانه باش حنا نفرحوا معاك من حقهم هادشي اللي كاين بالنسبه تكلمتي على الاربيتراج ان شاء الله جاي الخير والتيسير لان انا في واحد القفزه واحد لافاز اللي هي ترانزيتوار غادي نتحول من اربيتر ريجيونال اربيتر ناسيونال ولما ان شاء الله ما نوليش اربيتر انترناسيونال اللي يمثل العالم المغربي في محافل كبيره لان الحلم ديالي صراحه ماشي هو نحكم ماتشات اللي في البطوله الوطنيه ولا ماتشات في الكاف ولا هذا الحلم ديالي اكبر من ذلك هو نحكم ابيان سور كوب دي موند ولما لا نكون كالمثل ديال بالقوله الله يرحمه اللي كان واحد الحكم خدا بزمام الامور وحكم الفينال ديال كاس العالم بين فرنسا والبرازيل اللي كيتذكرها الكبير والصغير كيتذكروها الجينيراسيون القديمه والجينيراسيون ديال 2000 بما ان اسم البرنامج جينيراسيون 2000 اذا انا بالنسبه لي هو نكون محطه او انسان اللي كيفتخروا به كيف قلت لك المغاربه وكتفتخر به العائله ديالو دونك ان شاء الله غيكون الخير ولو وصلت الاربيتر انترناسيونال غيكون واحد المفخره كبيره وواحد الاعتزاز ولماذا المغربي قادر على اي حاجه يدير تبارك الله كما تقولوا يعني اليوم الحمد لله يعني حنا المغرب اليوم يعني الحمد لله في حالك شعيب كاين بزاف ديال لاجون تبارك الله اللي حتى هما يعني تيبغيو المغرب وتيبغيو انهم يزيدوا بالقدام بهذا البلاد لانه كنشوفوا كاينين بزاف ديال لي كومبيتونس نقدروا نقولوا انه اليوم انت كنت شويه محظوظ علاش انك استطعتي انك تبين الموهبه ديالك من خلال استغلال لي ريسورسو وهذا هو الدور ديالنا بغيت نتكلموا عليه في البرنامج انه اليوم ملي كتستعمل يعني لي ريسورسو بواحد الشكل صحيح كتقدر توصل لي زوبجيكتيف ديالك باغ كونتر كتلقى هذا الشباب اللي عندهم تبارك الله يعني مؤهلات كبيره بزاف ولكن ما كيعرفوش انهم يعني كيفاش يوصلوا هذاك الشيء اللي كيبينوا داك الشيء اللي كيديروا يوصلوه للناس والناس هما يتعرفوا عليهم ويقدر تفتح لهم بزاف ديال الابواب من بعد صراحه اللي لاحظت كيديروا او غلط كيديروا بزاف ديال الناس هو ما كيعرفش راسه بعدا هو فين كيبدا انا دو بريفيرونس عارف راسك نتايا فين مزيان حيت الا ما كنتيش عارف راسك نتايا نقاط القوه ونقاط الضعف ديالك راه ما يمكنش لك تعطي كيف كيقولوا بغيتي تعرف فين غادي عرف منين جاي لا بغيتي تعرف فين غادي عرف منين جاي اذا الانسان بعدا يعرف غير هو شنو كيعرف يدير شنو كيعرف مثلا وحده كتعرف دير الميك اب خطيره في الميك اب كتمشي تدير كونتوني واحد اخر عمرها غتنجح لان واحد النهار غادي 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 توقع لها واحد ستاغناسيون غادي تحبس هذا هو اللي الانسان صراحه خصو يعرف فين غادي ويعرف شنو هما الاهداف ديالو فبالتالي راه غادي يوصل لكاع داكشي اللي بغى بيان سور غادي هذه حاجه مزيانه كما قلتي انه الواحد يعني يعرف شنو باغي لي زوبجيكتيف ديالو ويتراس قدامه لوبجيكتيف اللي عنده بعض المرات توقع هذا كما تنقول واحد تنسى بعض المرات الاغاني وشحال مره كنسيتي بعض المرات شي حاجه اللي مثلا شي باش غديتي باش تعشيتي شعيب نسيت على سميدي مورين الدار وكترا اخويا راه ليلى انا واخا مورين الدار كيسمعوك وليده دابا تقول لي اش كناسيني يا ولدي ورد معايا البال لا شوف بعد المرات والله الا كتنسى وما باغيش تنسى وكتنسى السرعه اخويا هذه ما عرفنا كما كتعرفك واحد القضيه بعد ما كتلقى مع شي واحد يعني مثلا دابا انت كتعرفو مزيان وكتلقى مع شي بلاصه وكتبدا تسولو كتفكر في السميه ديالو تقول سميت واش حسن واش كتر عليا بزاف كتوقع لي اخويا دابا اخويا عندك اخويا ولكن تقول اسم محمد ديزا ودابا نسولك دابا انت منك يعني تبارك الله يعني كما تقولوا كتعرف مزيان يعني لي خوبا ديالك كتقادهم وكدير كلشي شنو الحاجه اللي الحاجه اللي كتخليك تعقل مزيان شنو الماكولات اللي تخليك تعقل جو بونس التمر واقيلا ولا ما عرفتش التمر مهم بزاف صراحه الذاكره مهم هو لي فروي سيك اون جينيرال زبيب تمر شريحه لوز كركاع هادو من الحوايج المهمين صراحه انسان شوف سواء داخل باش ينقص الوزن ولا يزيد في الوزن ولا يستابيليزي البوا ديالو كيعاون بزاف لانه بعد دخلهم في ليكولاسيون كيعطوك واحد لينيرجي كيخليو الجسم ديالك خدام مزيان الدماغ ديالك خدام مزيان وعاد كيف قلنا كينشطوا الذاكره فريمون
كتبقى مزيان في هذا العصر كيف قلنا اللي بنادم ولا كينزا ولا كينزا هذيك ما دير هذيك ما دير واحد القايده بغيت نعرف انه تبارك الله يعني لي كوتش بروفيسيونيل يعني من خلال كتحل الفيديوهات اللي كدير وكتبوستها سو انستغرام واش حتى لي روبا ديالك يعني كتقسمهم وكتعرف مزيان شنو كتاخذ شنو ما كتاخذش ما تقولش نهار انني نقدر مثلا بون فوالا شهيت شي طاجين نمشي ناخذو يعني واش كتعاني شويه من هذه القضيه ان كل نهار خصك تبقى تحسب لي كالوري وتحسب شحال دخل وشحال خرج وشحال داز ما كتجينيكش واحد شويه هي صراحه صعيبه بزاف شي الا بقيتي كل نهار كتحسب واحد الوقيته كتقول واه هادشي راه غيطلع ليا في راسي وشحال من واحد طلق الريجيم ديالو لان بكثرت الحسيب صافي كيطلع ليه في راسو كيقول واه صافي انا غادي نلاجي انا شنو تندير انا مؤخرا نقدر نقول لك 5 سنين الاخره مابقيتش كنحسب لي كالوري ديالي وليت عارف هادي الا كليتها راه تغلطني هادي الا ما كليتهاش ما تغلطنيش وليت عارف الكور ديالي شنو خاصو شنو ما خاصوش بحال قلتي عينك ميزانك ديال والدينا كتصايب كيكه شحال هذه كانت كدير 200 غرام دابا كدير مثلا عينها ميزانه وكتجيب 200 غرام هي هذيك داكشي اللي وليت كندير يا سلام حيت لا بقيت غادي تحسب كل نهار واحد النهار غادي لاشي بالنسبه للبلان ديال الطاجين ضروري واحد النهار خاص تشدي في السيمانه ضروري يعني فحال كتوهم راسك كتوهم لوكور ديالك الله يحفظك خليته هو يتمتع مثلا الا بقيتي السيمانه كامله كتاكل اخويا هيلتي راه يطلع لك المسلوق في راسك كتطلع لك الخبره في راسك بركه الله يجعل شي بركه ضروري طاجين كسكسو حتى هو ضروري خويا عندي واحد الكرش انا ما فهمتش انا شحال اخويا انا دخلنا التريلي وكذا انا صراحه بعض المرات كنت نقول تبارك الله يعني شوف المرات يقدر يغمق علينا واحد شويه التصاور كذا ولكن شتا خويا ستوريات خارج من البحر اللهم بارك ياك اخويا اللهم بارك ماكاينش الكذوب اللهم بارك ما عادش بقاو نكذبوا في ستوريات ودايوغ اللي كنت كنشوفك دغنيمون بزاف كنت مع مصطفى سوينكا ومع سعد عابد اللي كنتو كتمشيو كترينيو اللي كنترينيو في الصباح صراحه كندوزوا واحد الوقت زوين وديك لونترينمون ديال الصباح انا ننصح بها الناس كاع اللي كيتابعونا دابا عطينا نصائح بغينا نصائح الناس اللي كيسمعوني السير مرحبا من بين الحوايج الزوينين اللي بغيتي النهار ديالك تنوض وتمشي تخدم مزيان ولا تقرا مزيان ولا دير اي حاجه مزيان هو تنوض تمشي تريني في هذاك الصباح الا ترينيتي فيه فريمون غادي تستافد دماغك غير تاع بلاتي دابا سير معايا دقه سير معايا دقه ملي كتفيق الصباح خصك تفطر ما خصكش تفطر انا شنو تندير انا خاص قبل ما تمشي تريني انا كنفطر شنو كندير ما كتقلش شويه زعما لا ولكن الفطور ديالي كيكون بالعقل كندير واحد الجبانيه كندير فيها الشوفان ماشي بزاف الشوفان غير شويه الشوفان مع شويه الزبيب مع ثلاثه التمرات كناخذهم كناخذ كاس ديال الماء متفرق كدوز واحد ساعة بين ما وصلت لبلاصة فين غادي تريني كنبدا لا سيونس ديالي حيت بيناتنا الا مشيتي لا سيونس ما واكل والو منين الكور غيجيب هاد الانرجي شحال من واحد كتجي دوخه كيطيح هذا ولا كان واكل شي طاجين البارح ولا كان شي حاجه البارح ما غاديش حرق ديك الشيء ديال البارح وغيحرق ولكن دماغه ولا يتحرق لا خص الانرجي اخويا خص شي حاجه ضروري تعطيك شي سورس غابيد اللي تعطيك الانرجي شي حاجه اللي لما كانتش غتاخذ خذ غير التمر شي خذ التمر كاس ديال الماء احسن لك ما تاخذ والو انا ضد هذيك تمشي ما فاطر والو كيقول لك على الريح كنمشي نتريني فريمون والله الا قاصحه بزاف على الجسم انا نقول لك بتجربه انا الا مشيت ما فاطر وما واكل والو كتجيني واحد الضبابه في الدماغ ديالي بحال الدوخه كنبغي نطيح لا طونسيون راك عارف بزاف الحوايج كياكلوا ديك الساعه انت باش تحمي نفسك وتمشي مزيان تكون عندك انرجي ودير واحد ليفور فيزيك راه ضروري خصك تاكل انا علاش كناخذ شوفان حيت فيه كربوهيدرات معقده فريمون كتبقى عندك انرجي بشويه 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 وتمر اللي غيعطيك انرجي ديك الساعه غتستافد من واحد الانرجي ديك الساعه والما راه عارفين والما راه مهم بزاف للجميع التفاعل الكيميائي ومثلا دابا خويا شعيب فطرتي مثلا بسمان وحرشه اتاي وديك الشيء فهمتي داك الشيء فهمتي الشيء ديك داك الشيء تراديسيونيل ديالنا الخليع البيض داك الشيء تقدر تريني موراه وسي الاوريكا وريح جنب الواد وصافي ريح ولا فطرتي بهادشي اخويا ريح ليا مع راسي وبرات ديالها حتى وشعل ليا يا شمس العشيه ورياح ما كاينش مشاكل هادشي والله الا ديك واحد القضيه جات متبدع كان قال يعني واحد النهار يعني ديك الساعه كنت الله بديت كنتريني كندخل كندير ميسكلاسيون واحد النهار يعني شنو قال لي راسي ترينيت سيونس مزيان يعني واحد السيونس اللي كانت انتونسيف وترينيت حسب واسي ترينيت خرجت شنو بات لي ديك الساعه كانت الاربع وكنعرف انه بزاف ديال يعني المطاعم اللي كتكون في كازانا الاربع شنو كيديروا ما لقيتش ديال غدا خرجت طاجين كيدور رفيسه الله تخيل معايا تريني عديد متريني وخارج كنضرب في رفيسه احسن جينر كاين في العالم هو داك الرفيسه والله فاكر ولكن بعض المرات كنقول شوف انه داك الشيء بعض المرات خاصك الموتيفاسيون خاصك انك يعني تكون عندك بعض المرات تبقى انت تشجع راسك وحتى المورال يكون طالع بزاف اسمح لي نقول واحد القضيه شي اللي بغيتي تمشي مزيان خاص
صاحب مع شي واحد هو كيتريني في حالك حيت الا فريمون مثلا انا كنقولك الصباح كنتريني مع مثلا سعد ولا سوين راه واحد كيجر الاخر مثلا سعد الصباح تعيط ليا تيقول لي فينا شعيب واش ما جايش نقدر نكون عيان وما غنجيش حيت هذيك تعيط اللي قال لي واش ما جايش كنوض وكنهز حوايجي ونجي حتى انا كنديرها لي فريمون شي كيجرجي حتى الناس اللي باغين فريمون يبداو في شي بروغرام ولا شي حاجه مرات صاحبي مع مرة في حالك نفس النيفو هذا سيروا ترينيو في هذاك الصباح بنت هي دير نفس القضية والإنسان راه غاتيسر بيان سور كيما تقولوا انا واحد خاص يشجع واحد وتكون دائما لا موتيفاسيون دابا رجعوا دائما الكونتوني اللي كدير سور انستغرام وكونتوني صراحه اللي زوين واللي مفيد بزاف باسكو انت تقدر تتعامل مع كاع كيما تقولوا الفئات العمريه من الصغير حتى الكبير وتبارك الله ترينتي بزاف ديال لي جون فباش نقربوا الناس اكثر فاسيون نشوفوا يعني كلكو ديكستريم لي فيديو ديالك اللي كتبوستيهم سور انستغرام صراحه بزاف ديال الناس كنشوفهم كيمشيو للبحر وكيترينيو في الصباح بكري صراحه هادشي كيفرح ولكن خصهم يردوا البال لواحد الظاهره صراحه خطيره على صحتنا ان منين يمشيو لقاو الضبابه بزاف يحاولوا ما يجريوش وعلاش لان الضبابه كتكون فيها ليميديتي او الرطوبه وكتاثر بزاف على الرئتين ديالنا شحال واحد وصل سيونس ديالو كتمشي ليه الطاقه وبالتالي كيلتجا باش ياخذ بنانه باش يجدد الطاقه ديالو من جديد ولكن الخطا اللي كيدير معظم الناس انه كيشد البنانه وكياكلها كلها دقه واحده والطريقه الصحيحه هي ناخذ عضه من بنانه وكل عضه ناخذ معها جغمه ديال الماء ملي كنتي خارج من الحمام ولا لاصال حاول درك راسك بالطاقيه وها علاش لان ملي كتخرج من شي بلاصه سخونه لشي بلاصه بارده كيتاذى العصب السابعي اللي عندنا في الوجه ديالنا هو اللي كيخلينا نتحكموا في العضلات وكيخلينا نتحكموا في الابتسامه والضحك وايضا البكاء وهذا اللي كيؤدي لشلل الناس فيه وبالتالي ما كتبقاش تحكم في نفسك من الوجه ديالك وايضا حتى باش تغمض عينك ما كتبقاش تحكم فيها دونك ردوا بالكم وما نطيحوش في هذا المشكل خذ مني هذه النصيحه الصغيره نصيحه صغيره ولكن عندها جوهر كبير حاول في حياتك ما تخلي حتى شي واحد يشونجي لي برينسيپ ديالك عندك ان برينسيپ ما تخلي حتى شي واحد يدخل فيه حاول تحطه هنا اللي حاول يقرب ليه سابوتيه ما تعقلش عليه اي برينسيپ عندك غير يكون برينسيپ صحيح وزوين ومبني على اسس ما تخلي حتى عند واحد يدخل لك فيه ايه فوالا ما تخلي حتى شي واحد يدخل لك في الحاجه اللي بغات الله برافو لك شويه نقول واحد القضيه حتى كنت صنت الفيديوهات ديالي دابا والله الا شدات متبوريشه والله العظيم عرفتي علاش فيديوهات خارجين من القلب واكثر يدك والله العظيم وحيت شي حاجه من القلب كتوصل للقلب والفيديو الاخر ديال ما تخلي التقندوح يدخل فيك قايلها من القلب حيت بزاف الناس عندهم في طريقهم غاديين مزيان ومقاتلين على الهدف ديالهم ما عرفتش كيديروا كيلقى كيجي واحد ما فاهم والو في داكشي اللي كدير وكيبغي يدخل فيه وبدا يفهم في داكشي اللي كدير وبدا يقولك لا راه هادشي اللي كدير فيه خايب هو راه ماشي باغي لك الخير راه كتلقى ما حاملكش انا نقول لك اللي كاين ما تسوقش لي هذا قندوح ما تسوقش لي وسمح لي لا ماشي مشكل لو بيز امبورطون انا كيما تقول يعني الحمد لله يعني الميساجات اللي كدير فهم خارجين من القلب ويعني الحمد لله فهم كيوصلوا بواحد الطريقه اللي زوينه شعيب نسولك دابا كيما تنقولوا نضرو شويه بصراحه ونتكلموا على مثلا الكونت ديالك في انستغرام واش انت تبارك الله دري زوين الدب مخلق الحمد لله فيديوهات اللي كدير فيديوهات زوينين واش عمرك شي مرات وصلك شي ميساجات اللي قلقوك وعصبوك واحد شويه بحال استفزوك بزاف شحال من مره كتكون مثلا انت داير كونتوني زوين ديال الاولى دونك ما كتنتظرش واحد غيصيفطك ميساج اللي فريمون غيهينك بيه ولا غيقول لك شي حاجه ما فكش كاع دونك ملي كيوصلين منين كانوا كيوصلوني داك الميساج في الاول كنت يا اما كنجاوب عليهم يا اما كنتاثر بهم كنقول هذا خصني نجاوبو هذا دابا حاليا كيوصلوني فحال داك الميساج صراحه كتسميك ما كتجاوبش كنبلوكي عرفتي علاش؟ حيت بالنسبة لي أنت ماشي أهل ديك الكومينونتي بلا ما تجي تصدع لي راسي، الكونتنت ديالي اللي هو زوين ما بانش لك زوين مزيان ماشي مشكل، غير بلا ما تبقى تصدع لي راسي، داكشي اللي كندير ما نكذبش عليك. إذا كنا نتكلموا في الأرقام شوية اليوم، الناس اللي متبعينك بزاف يعني تقدر نقولوا أنه أكثر من نص، يعني الناس اللي كيبغوا، الناس اللي كيديروا سبور والناس اللي مهتمين بالدومين ديال الفيتنس، دونك اليوم كتشوف عندك واحد البوبليك اللي أنت اللي باغي واللي أنت مفيزي، اليوم الأرقام تقريبا شحال كثر يعني رجال، عيالات، لي زونفون شحال تقريبا النسبة اللي عندك؟ أنا مؤخرا ستاتيستيك عندي في الكونت ديالي عندي واحد النسبه كبيره من 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 لي جون بعدا عدد دوك لي جون تقريبا عندي واحد 60% دراري و 40% بنات غير واش كبار ولا صغار عندي تقريبا من 18 عام حتى 35 عام هادشي اللي في ستاتيستيك تقريبا لي جون لي جون هما اللي عندي كاينين بعض المرات ناس كبار حتى هما كاينين وكاين قلال ولكن كنلقاو يعني لي جون من مختلف المدن المغربيه بيان سور صراحه راه بعد المرات هم واحد كيقول لي واش نتا رباطي واش نتا من هنا كنقول لهم لا انا راه من كازا كيقول لي لا والله الا كنصحبوك من الرباط ولا من مراكش ولا كل واحد اللي كيسحبني دونك الحمد لله انك وليتي من جميع اي بلاصه في المغرب كيعتبروك ديالهم وخوهم وهذا هذا راه خير كثير والدراري كيقول لي راك خونا زعما ما كيعتبرونيش شي واحد اخر براني كيتلاقاو معايا مثلا في مول هذا مع الوالده كيجي كيعنقني كيقول لي راك انت والله الا كنعتبرك خويا الكبير
عرفتي والله الا كان فرح ملي كنسمع عليك يعني كتاثر فيه فوالا صافي فريمون بليزير صراحه و فوالا اليوم كنت القضيه مهمه بزاف اليوم الدار يعني العائله ديالك الصغيره اللي كتعيش معها فالتعامل ديالهم مفتخرين بك كيعاونوك كيساعدوك اللي غنقول اي حاجه وصلتها لدابا كان فضل الوالد والوالده ديالي والجد والجده ديالي الله يخليهم لك هادو زعما والله كون ما كانوش ما نقدرش واقيلا ندير حتى 1% من داكشي اللي درت واللي غندير ان شاء الله. انا كبرت في واحد الاسره رياضيه 100% خوالي رياضيين راجل كلشي رياضي. منين كبرت كانت عندي 5 سنين انا لقيت الوالد ديالي والخال ديالي كيدير رياضه الايكيدو كيف زوني انا من يدي ومشيت كندير معاهم الايكيدو 5 سنين مازال ما كنعرفش نشد السيلو كنهز انايا موس ديال العود وكنتريني معاهم في لاصال وخدام هكا. من تما تزرع فيا الحس ديال الرياضه وقبل من الرياضه هما الاخلاق حيت في ديك لاصال مثلا الا دخلتي وما درتيش اوصل طابي وما احترمتيش الطابي عند الناس راه فريمون ما غتدخلش لاصال غتنزل تضرب واحد 20 تراكسيون وغادي تاكل شويه العصا باش مره اخرى تربى ان احترم الطابي واحترم الناس عاد دخل تريني. دونك بعدا الاخلاق جات من تما ما لقيتش مشكل في القرايه بعدا بنادم كتدخل كتقرا القرايه كنتي متوفق شويه كنتي متميز في الرياضه واللي قرا معايا وحاجه فين قال لي غايقول لك شو عيب كان واحد الفينومين ما غنبغيش نقول على راسي انا ولكن عاد بلا نقول اللي كان معايا كنت بعدا في العاب القهوه واحد النهار كانت نعاودها لك يلا سير كانت واحد الكومبيتيسيون دايرينها لينا في الاعداديه اللي كنقرا فيها الناس مازال ما كتعرف عليا والو واحد الانسان اكس حيت انا جيت من مدرسه اخرى وهما كانوا كيقراو مع بعضياتهم في البريمير انا جاي من مدرسه واحده اخرى انا غريب عليهم دونك هما عارفين واحد الربعه ديال الدراري مزيانين كيجريو مزيان بصح كنتي عادي ما كانوش تبارك الله عضلات بحال هكا لا ما كاين لا عضلات لا والو كاين اللحم والعظم صافي انا مع دخلت لهذيك لا كومبيتيسيون اللي درناها كانت نهار الاربعاء المدرسه كلها كتفرج الاساتذه كلشي كيتفرج انا غادي نلعب معاهم والله العظيم الى اللي كنقول لك جبت عليه جوج دورات كاين اللي من هذوك الواعرين وتا هو جبت عليه دوره بقى كل شيء كيشوف تيقول منين هذا جاء الله العظيم من تما ولا كيقولوا شي مسافه لعبتوش من المسافه كانت ما عقلتش شي 5 دورات على الاعداديه ماشي مسافه بحال قلنا ديروا 5 دورات ومن تما غنشوفوا الدراري اللي مزيانين غنديهم يديروا العاب القهوه وكانت اللايسيز اللي وقال دابا واش باقيه ولا اللي كانت كدار كل الاربعاء في العشيه وجمعه في العشيه ومن تما واحد الاستاذ ديال التربيه البدنيه اللي دابا كتقرا عند اختي صغيره كيقول لها راه خوك كان عندنا طوب زعما خصك تكوني بحالو انت هي تكوني زعما عداءه ورياضيه والحمد لله منين عندك ذكريات بحال ما هادو راه فريمون كتفتخر بهم صراحه صافي فريمون بليزير والحمد لله كما تقول اليوم هادشي اللي كديروا اللي كتعيشوا فيها انت حاجه زوينه فيك انك كتبغي تقاسم اي حاجه مع يعني المتبعين ديالك اليوم يقدر يدخل واحد عندك شو انستغرام يسولك على شي نصيحه وشي كونساي تقدر تجاوبه بواحد الطريقه اللي كما تنقولوا يعني ما تبخلش عليه بالمعلومات اللي عندك خويا يونس نقولك واحد القضيه انا من الناس اللي ما كنجريش على لي زابوني زعما باغي بزاف ديال لي زابوني هذه هي الاولى كسبت حب الناس بالبارطاج اي حاجه عندي كنبغي نعطيها دونك مثلا جيتي عندي وسولتيني في ان ميساج بريفي غادي نجي غنجاوبك على داكشي اللي بغيتي ما غاديش نبخل عليك ما غادي نخبي عليك ميم دابا راه دراري اللي عنده على التوجيه ديال الدراسي دراري كنوجههم دراسيا يعني تنقول ليه مثلا هاد ليكول سير ليها هاد ليكول ما تمشيش هادي مزيانه ليك شنو تقدر دير لان حتى في الدراسه دراري خايديني واحد بحال قلتي روبير ديالهم تيقولوا شعيب قطع واحد الباركور اللي طويل دراسيا اجي حنا نستافدوا منه وملي كتشوف لي جون اللي هما بحال خوتك دابا عنده 18 عام غادي تفيدو غادي توجهو ومن لهنا ل 25 عام غادي يديرها غادي يمشي في واحد الطريق صحيحه راه فريمون مثلتي الاخ الاكبر ديالو احسن تمثيل زعما صافي وقضيه اخرى يعني مهمه سكو يعني ماشي غير في السبور ولكن دغيا محتاج في لي ستوري اللي كدير فمثلا حتى الشباب اللي تيقلب على خدمه كتبوستي بزاف ديال لي ستوري دونك تقريبا كل نهار يعني جوبونس كنشوفهم بزاف كنا كتبوستي انهم مجموعه من الشركات اللي تيكونوا دايرين مع دي زوفر فانت كتبوستي لهم وكتقلب وتقول لك يعني بعض المرات يقول فوالا دونك اللي باغي يقدم اللي عنده شي ديبلوم عنده شي اجازه فوالا غير سير دفع كتقلب على خدمه كتعاون الشباب دونك انت تبا يعني كما تنقولوا في غير في ليميتيف سبور ولكن تقدر دير بزاف ديال الحوايج دونك قدام واش تقدر تبدل الكونتوني ديالك انه يتفاري واحد شويه ودابا انا اصلا ماشي غير في سبور دابا انا كندير البي اتش دي في لي زينيرجي رينوفلابل دكتوره في لي زينيرجي رينوفلابل سكي في عندي واحد الباركور اكاديميك وباركور اكاديميك كان طويل بزاف اللي ضربت فيه تمارا اكثر من سبور باش ما نكذبش عليك كان عندي باركور اللي قريت الجيني ميكانيك قريت لي زينيرجي رينوفلابل دونك انا دابا الكونتوني ديالي حاليا ما مقتصرش غير على السبور حيت هذيك البيبليوتيك اللي عندي غتلقى البيتش دي انرجي رينوفلابل لي سيستم انرجيتيك هي الاولى عاد سبور اربيتر تريات لان بالنسبه لي السبور واحد الميدان اللي هو
صغيور ولكن بديك الميدان صغيور الا مشيتي اكسبلواتيتي واستغليتي مزيان راه تقدر دراسيا تمشي مزيان في الخدمه تمشي مزيان كيف قلتي مؤخرا كنبارطاجي مع الناس الخدامي علاش لان شحال واحد كيبان ليا مسكين باغي يخدم عنده ديبلوم باغي يخدم خدمه بعد المرات كتكون كاينه ولكن ما عرفش يقلب دونك انا كنقول طونكو كنعرف نقلب طونكو دوت التجارب صراحه خدامي وهذا اجي نبارطاجي مع الدراري والحمد لله داكشي اللي كنا كنبارطاجيو الناس راه شحال واحد كيقول لي في ميساج خويا الله يرحم لك الوالدين راه داك الغفر خدمت بها وفرحت الوالدين كنقول الحمد لله صافي بليزير هادو الدور انا الحمد لله دونك كتحس براسك انك كدير شي حاجه وكتساعد يعني ولو داك البارطاج ديالك البسيط يقدر اليوم ان يعني واحد تكون وفرت عليه الحمد لله يعني خدمه ويقدر يكون هز عائله يقدر لكم بزاف ديال الحوايج فصافي برافو عليك شعيب وبرافو على كاع المجهودات اللي كدير